السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. أهلا بيكم في حلقة جديدة من رياضيزيا. النهاردة آخر حلقة في الجزء بتاع الـ Differential Equations، تمام؟ وخصوصا الـ First Order Ordinary Differential Equation. النهاردة آخر نوع بنحل بيه الحلول ديت، وهو الـ Exact Equation أو الـ Exact Solution اللي احنا بنحل بيه، تمام؟ خدنا خمس انواع قبل كده، وهما السيبريشن، تاني نوع كان هوموجينيوس، تالت نوع نون هوموجينيوس، رابع نوع اللينير، خامس نوع برنوليز ايكويشن، سادس نوع واخر نوع هو الاكزاكت ايكويشن، تمام؟ في انواع كتير معتمدة على بعض زي السيبريشن والهوموجينيوس والنون هوموجينيوس، دول معتمدين على بعض، واللينير وبرنولي دول معتمدين على بعض، والاكزاكت ده منفرد لوحده. اي حاجة من الحلقات اللي كانت لوحدها ديت يا ريت ترجع تشوفها، هتلاقيني كنت بقول لك بص على اللينك دوت او بص على اللينك دوت، عشان معتمدين على بعض كده، تمام؟ يلا بينا على جزء الماثماتكس. نيجي لاخر نوع معانا، وهو الاكزاكت ايكويشن، وده نوع لذيذ شويه ومنفصل عن الخمس انواع اللي قبل كده، يعني مش شبه حاجه منهم، تمام؟ ممكن يلخبطك شوية ما بينه وما بين السبريشن اللي هو أول نوع، بس لو ركزت بتلاقي الموضوع مختلف شوية، عشان في السبريشن يكون عندك تايمز وديفيجن، فتقدر تفصل وتحط علامة انتجريشن، لكن هنا بتلاقي العملية معقدة شوية، بس كستيبس الموضوع هتلاقيه أسهل نوع معاك، تمام؟ بيكون عندك شكل الإيكويشن بالصورة اللي هي مكتوبة ديت، وليكن عندك هنا الدالة أو فانكشن في تو فاريبلز اللي هما الإكس والواي مضرومين في الدي إكس، وفانكشن كمان في x و y مضروب في dy. ايه اللي انت بتعمله عشان تعرف ان هو ده اكزاكت؟ اول ستيب معانا هي تيست، بتعمل تيست كده، تمام؟ تاخد الحاجه اللي قدام الدي اكس اللي هي اسمها الام دي، تروح عامل لها ديريفاتيف ريسبكت تو y، وتاخد الحاجه اللي قدام الدي واي اللي هي الان تعمل لها ديريفاتيف ريسبكت تو اكس، كانك بتعكس دي قدام الدي واي عملتها بالنسبه لاكس، وهنا الدي اكس عملتها بالنسبه للواي. طبعا انا عامل علامه بارشل عشان دي داله في تو فاريبلز، انت بتعمل بالنسبه للواي بس، هنا بتعمل بالنسبه للاكس بس، عشان كده هيكون بارشل ديريفيتيف. اول تيست لازم تعمل ده، وتعمل تحسب دي وتحسب دي، تلاقوا الاثنين بيساووا بعض، يبقى انت كده عرفت ان انت شغال ايه اكزاكت، يبقى شغال على اللي هو النوع بتاع الاكزاكت ايكويشن، تمام؟ طب الخطوات الحل ايه؟ بص خطوات الحل ايه، بتقول الحل بتاعي هي اليو اوف اكس وواي ايكوال ثابت وليكن اسمه سي. طب ايه هي اليو؟ هقول لك انا اليو ديت متكونه من حتتين، هي اليو 1 مع اليو 2، تمام؟ اليو 1 مع اليو 2، تمام؟ طب ايه هي اليو 1؟ اليو 1 هي انتجريشن الحته دي، خبي كده الحته دي، هتبقى لك ام اوف اكس وواي دي اكس، يبقى هي دي اليو 1، تعمل انتجريشن للداله دي، واليو 2 تحسب انتجريشن للداله الثانيه اللي هي الان. طب هل كده وتروح جامعهم؟ لا، هنا الجمع مش هيعبر عن عملية الجمع على طول، هو هتاخد المشترك وهتكتبه مرة واحدة، فهتقول له بقى اليو كلها، اليو هتروح كاتب الحاجة المشتركة مرة واحدة، وطبعا المختلف كده كده هيتكتب، تمام؟ كل دوت هتساويه بإيه؟ بالثابت. ساعات هنا بنعمل حركة كويسة جدا، انت هنا هتعمل انتجريشن ريسبكت تو اكس، فعندك الكونستانت هنسميه ايه؟ اف اوف واي، عشان بالنسبة لك الواي هتكون كونستانت، تمام؟ طب هنا انت بتعمل انتجريشن ريسبكت تو واي، فعندك الكونستانت ساعات بنسميه اف اوف اكس، تمام؟ ده كونستانت عادي خالص زي السي 1 والسي 2، تمام؟ تعالى كده نشوف اول اكزامبل يوضح الموضوع شوية. ده اول اكزامبل معانا، وهو باين جدا على صورة الاكزاكت، تمام؟ وهنا صعب جدا ان انت تقول سيبريشن، هنا مش سيبريشن نهائي. طب ايه اللي انا ممكن اعمله؟ انت هتسمي الام والام، الام والان، اول حاجه الام وليكن انا مسميها الحاجه اللي قدام الدي اكس، ممكن تبدل براحتك بس اهم حاجه ما تتلخبطش. الام هي الحاجه اللي قدام الدي اكس اللي هي واي، والان هي الحاجه اللي قدام ايه؟ الدي واي. دي كده اول خطوه. تاني خطوه بتعملها تاخد الام دي هتشتقها بالنسبه اللي هي كانت قدام الدي اكس، يبقى انت هتشتقها بالنسبه للواي. ديريفيتيف لديت بالنسبه للواي في اي حاجه فيها اكس هتبقى ثابته. طب ادي الواي الدريفت بتاعه واحد، وكل ده هينزل زي ما هو، يبقى 1 بلس 1 اوفر اكس. الدريفت بتاع الكوزاين نيجاتيف ساين 1. الان تعمل لها دريفت بالنسبه لاكس،
derivative ال x 1، derivative ال ln x 1 over x، derivative x sin y، sin y مالكش دعوة بيها، و derivative ال x بواحد. يبقى الصورة دي وادي الصورة دي، بروزهم كده وبروز دي. هل الاتنين زي بعض؟ اه فعلا الاتنين زي بعض. يبقى انت كده عرفت ان بارشال واي بارشال ام باي بارشال واي هي بارشال ان باي بارشال اكس. يبقى انت كده شغال ايه على الاكزاكت، بتقول له الحل بتاعك ان اليو بتاعتي اوف اكس وواي اساويها بثابت. طب ايه هي اليو؟ هي مكونه قلنا من يو 1 او يو 2، او ممكن تروح عامل انتجريشن على طول. احسب، هتخبي الحته دي، هتحسب انتجريشن الحته دي كده كلها. يبقى وليكن اليو 1 انتجريشن واي 1 بلس 1 اوفر اكس بلس كوزين واي، كل دوت دي اكس، انتجريشن كده كله على دي اكس. عايز احسب الانتجريشن ده، انت بتعمل انتجريشن بالنسبه لاكس، فاي حاجه فيها واي هتبقى ثابته، يبقى الواي الاولانيه دي ثابته. انتجريشن الواحد باكس، انتجريشن واحد على اكس بلين الاكس، انتجري الكوزين واي هتنزل زي ما هي. طب انتجريشن لدي اكس على طول، من لما تنزل كوزين كان في واحد، كوزين واي تنزل كان في واحد، انتجريشن الدي اكس باكس تمام، وبتزود ثابت. قلنا هنا انت بتعمل انتجريشن بالنسبه لاكس في الثابت بتاعك، وليكن نسميه اف اوف واي. ديت كده ايه اليو 1. تحسب اليو 2، هي انتجريشن الحته اللي هناك دي، انتجريشن اكس بلس لين الاكس ماينس اكس ساين الواي دي 1. عايز احسب انتجريشن، انتجريشن الاكس وانت بتعمل بالنسبه لواي يبقى اسمه اكس واي، لين الاكس هتنزل زي ما هي، انتجريشن الدي واي بواي تمام، دي كده لوحدها، ماينس الاكس هتنزل انتجريشن الساين بماينس كوساين، وفي ماينس يبقى بلس كوساين واي تمام. وهنزود ثابت وليكن هنا ده اللي في اكس، عشان كنت بتعمل انتجريشن بالنسبه لاكس. هتيجي حضرتك بقى تبص على الاثنين كده، وهكمل في اخر الورقه. هتيجي تبص على الاثنين هتقول له اليو بقى هي ايه؟ ركز معايا في حته اليو دي. اليو هي اول حاجه الحاجات المشتركه اكتبها مره واحده. بص، واي في الاكس وادي واي في الاكس، يبقى عندك واي في الاكس مشتركه كتبتها مره واحده، واي في لين اكس وعندك واي في لين اكس، يبقى زائد واي لين الاكس، اكس كوزين واي واكس كوزين واي زائد اكس كوزين واي. طب موضوع الثوابت اكتبه؟ لا، انت بتساوي الاخر الداله دي في ثابت، بتساويها بثابت عشان انت بتقول يو ايكوال سي او ايكوال كونست. طب اعمل ايه تاني؟ هل في حاجه تانية انا ما كتبتهاش؟ لا، على حظنا في المساله دي طلع المشترك كله، يعني كل ترم، يعني طلعت هي هي الترمات، هي هي متكرره، فكتبت كل ترم مره واحده بس تمام. بص اخر حاجه بتعمل، بتقولها ايه؟ اف اوف اكس عايز تحسبها، واف اوف واي بتبص لليو اللي انت وصلت لها دي، هل في فانكشن في اكس بس او في فانكشن في واي بس؟ بص كده، دي فانكشن في اكس وفي واي، ودي فانكشن في اكس وواي، دي فانكشن في اكس وواي. فبتقول اف اوف اكس ب0، اف اوف واي ب0، وده اخر حل اللي انا وصلته. دي خطوه زياده يعني لو عايز تعملها تمام. ناخد اكزامبل كمان، والاكزامبل دوت هو اكزاكت تمام. بتسمي اول حاجه الام، الام وليكن الحاجه اللي قدامك دي اكس، هي 3y ماينس y اوفر اكس، وبعدين بتسمي الان اكس كيوب بلس كوساين واي بلس 1 اوفر اكس تمام. ايه اللي بنعمله بعد كده؟ تعمل بارشال ام باي بارشال عكس الحاجه اللي هنا، يبقى بارشال واي. لما تيجي تعمل الدريفيتيف لديت ريسبكت تو واي، ال 3 اكس سكوير مالكش دعوه بيه، ودريفيتيف الواي ب 1 ماينس 1 على الاكس سكوير هتنزل زي ما هي، ودريفيتيف الواي ب 1. طب بارشال ان باي بارشال واي ولا اكس؟ لا اكس، يبقى بارشال ان باي بارشال اكس. هتعمل الدريفيتيف لديت ريسبكت تو اكس، اكس كيوب هتبقى 3 اكس سكوير. كوزين الواي لما تيجي تعمل لها دريفيتيف ريسبكت تو اكس يدينا 0 بلس 1 اوفر الاكس، مش 1 اوفر الاكس ده كانه اكس باور نيجاتيف 1. طب اكس باور نيجاتيف 1 الدريفيتيف بتاعها ايه؟ نيجاتيف اكس باور نيجاتيف 2. فهتلاقي ان الصوره دي هي هي الصوره دي. يبقى انت كده التست بتاعك بتقول له بارشال ام باي بارشال واي ايكوال بارشال ان باي بارشال اكس، يبقى انت كده شغال ايه؟ اكزاكت تمام. تحسب بقى، بتقول له ان اليو بتاعتي اللي هجيبها في الاخر ايكوال سي. تعالى كده نحسب اليو 1، هو انتجريشن اللي هو الترم الاول كل بدايه المساله، 3 واي اكس سكوير ماينس واي على اكس سكوير، كل ده تعمل انتجريشن ريزبكت تو اكس، بيساوي ال 3 واي زي ما هي، الانتجريشن بتاع اكس سكوير هو اكس كيوب اوفر 3 ماينس الواي زي ما هي، 1 على اكس سكوير، مش انا ممكن اعملها اكس باور نيجاتيف 2؟ طب عايز اعمل انتجريشن لاكس باور نيجاتيف 2، هتروح كاتب الاكس زي ما هي، نيجاتيف 2 هتزود عليها 1 تبقى نيجاتيف 1، وتقسم على النيجاتيف 1
يبقى بلس، تمام؟ كل دوت زائد. انت هنا عملت انتجريشن ريز بك 2x، فتقول له السبب بتاعي يبقى f of 1. ده ممكن يتكتب بصورة كويسة شوية، يبقى ال u1 3 مع 3 يبقى y x cube plus y على x plus a f of y. ده كده حاسب لسه الطرف الأول. طب الطرف التاني عايز أحسبه، هنكمل عليه عشان يبقى قدامنا. هتقول له ال u2 هو انتجريشن الترم اللي هناك دوت، x cube plus cosine y plus 1 over ال x دي y equal. عايز احسب انتجريشن اكس كيوب، هتنزل زي ما هي، انتجريشن دي واي بواي بلس كوزين الواي، الانتجريشن بتاعها ساين واي بلس 1 اوفر الاكس زي ما هي عشان بتعمل انتجريشن ريسبكت تو واي. طب انتجريشن دي واي بواي زائد ثابت الاف اكس، يبقى انت كده وصلت ليو 2. هتبص منظر يو 1 وليو 2 وهتاخد الحاجه المشتركه مره واحده، واي اكس كيوب واكس كيوب واي هي هي، يبقى تكتبها مره واحده، يبقى واي اكس كيوب بلس y over ال x، وعندك واحد على x في y هي هي، يبقى تكتبها مرة واحدة. طب هنا في حاجة تاني؟ لا. طب في sin y ما اكتبهاش؟ لا طبعا تكتبها، انا قلت لك المشترك مرة واحدة والمختلف كده كده هيتكتب، يعني لو مش موجود كده كده هيتكتب. هل حاجة في حاجة نسيناها ما بين الاتنين؟ مفيش، يبقى تقول كل ده equal c. طب حد يقول لي امال ايه حوار ال f of y و f of x؟ هقول لك بعد ما جبت اخر حاجة لل u، بتبص ايه هنا الفانكشن في واي بس، ايه هنا فانكشن في واي بس، ديت اكس واي وديت اكس واي، دي فانكشن في واي بس. اه يبقى تقول له اف اوف واي بالساين الواي. طب هنا في فانكشن في اكس بس؟ لا مفيش، يبقى هنا الاف اوف اكس بزيرو، وبكده نبقى خلصنا. نيجي لاخر فقره معانا يا جماعه، وهي فقره الكود. الكود بتاعت النهارده بتقول ذا اونلي واي تو ليرن ماثماتكس از تو دو ماثماتكس لبول هولمز، بمعنى ان الرياضيات عمرها ما كانت المسائل ولا الارقام، ولا انك تحل مثلا 50 أو 60 مسألة من كتاب لامي زي ما كنا بنعمل في ثانوية عامة، ولا اي حاجة من الطريقة دي. الرياضيات الحقيقية هي انك تكون فاهم الفكرة وانك تعرف تطبق عليها صح، مهما بقى لعب معاك في المسألة دي ايا كان. بس كده، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نتقابل في حلقة جديدة ان شاء الله.